ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مؤتمر فلسطين تركيا أو فلسطينية تركيا سيد محمد مشينش. مرحبا بك أستاذ محمد. يعني عشرات القتلى ومئات المصابين في ختام اليوم، إلى أي مدى ترى أن فاعلية اليوم قد حققت هدفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نترحم على شهداء الشعب الفلسطيني وجميع شهداء الأمة على طريق الحرية وتحقيق الثوابت الفلسطينية وتحرير المقدسات. اليوم حقيقة أثبت الشعب الفلسطيني أن كل الذي المراهنات التي كان يراهن عليها العدو بأن كما كان يقول أن الكبار سيموتون وأن الصغار سينسون، هذا كله ذهب هباء اليوم. ونحن نرى كل هذه الجموع وهي تقارع هذا العدو من أجل أن تصل إلى القرى التي هجر منها أهلها عام 1948. صحيح هناك ألم وهناك دماء، ولكن هذا لا يعني أن شعبنا قد نسى وأن هذا الكيان استطاع أن يغير من عقولنا وتوجهاتنا باتجاه تحرير وطننا فلسطين. إلى أي مدى ترى أن نقل السفارة يعني بحد ذاتها هي ربما محاولة لوئد القضية الفلسطينية؟ نقل السفارة في هذا التوقيت حقيقة إنما هو تعزيز لهذا الكيان الذي بدأ بالتآكل، وبالتالي يحتاج هذا الكيان إلى داعم قوي كما احتاج هذا الكيان الدعم قبل 100 عام. هو الآن بحاجة إلى دولة بحجم أمريكا حتى يعيد لنفسه الاعتبار، وهو يرى ضربات المقاومة وصمودها، ويرى هذا الشعب الذي 11 سنة من الحصار في غزة لم تفك في عضده شيئا ولا زال على مستوى من التضحية، قادر أن يطاول مع هذا العدو لكي ينال حقوقه. وبالتالي هو يحتاج إلى إعلان جديد كوعد بالفور، يحتاج إلى وعد جديد بوعد ترامب حتى يستطيع أن يرد الاعتبار لنفسه. كيف تنظر إلى دعوة ترامب للفلسطينيين والصهاينة للجلوس إلى مائدة مفاوضات؟ هذا الأمر استغرق عند الشعب الفلسطيني منذ عام 1991، والشعب والقيادة الفلسطينية قيادة منظمة التحرير الفلسطينية تفاوض هذا الكيان. للأسف كلها باءت بالفشل، وهذا الكيان لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة المقاومة ولغة القوة، ولم تستطع كل هذه المفاوضات من تحقيق شيء. ثم كيف يطلب هذا الرئيس ترامب أن يجلس إلى طاولة المفاوضات وهو الذي الآن استباح الحقوق الفلسطينية واستباح كل أقدس المقدسات بالنسبة لنا كمسلمين، وأقر بعائديتها إلى دولة المستوطنين وأعطاها إياهم وألغى حق العودة؟ فماذا بقي من قضية فلسطين إلا حقيقة إلا شيء يضحك به على ذقون من يريد أن يصدق هذا التاجر؟ طيب يعني لو افترضنا يعني هناك جلوس السلطة الفلسطينية للمفاوضات قد حصل، تنفيذ القرار الأمريكي نقل السفارة ألا يعتبر قتلا لحل الدولتين؟ يعني بلا شك كانت السلطة الفلسطينية، للأسف سلطة أوسلو، كانت تراهن على الإدارة الأمريكية كراعي لعملية السلام وكوسيط نزيه، ولكن بعد إعلان ترامب هذا ما عاد للدور الأمريكي من وجود، بل ما عاد للدور الأمريكي من احتياج، بل أن الدور الأمريكي هو بمثابة الآن بإظهار للعداء تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه الحقوق الفلسطينية، واستهانة حتى بكل مشاعر المسلمين والعرب جميعا. إلى أي مدى ترى أن الإسناد العربي والإسلامي يمكن أن يكون مؤثرا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ بل أن هذه المفاوضات كلها مرفوضة، لأنها ليست مفاوضات من أجل السلام بل هي مفاوضات الاستسلام. إلى أي مدى ترى أن الإسناد العربي والإسلامي ممكن أن يكون مؤثرا في ذلك؟ يعني بلا شك أن الشعب الفلسطيني يستمد عزيمته ويستمد قوته من أمته، وهو عندما ينظر إلى جموع الأمة وهي تقف معه في هذه المعركة وتسنده، هذا حقيقة يعطيه زخم أقوى في التصدي لهذا الكيان. ونحن نؤمن بأن أقدر شعب وأقدر جهة قادرة أن توقف مشاريع الكيان الصهيوني هي شعبكم وإخوانكم في فلسطين. لذلك الدعم الأمة هو عنوان مهم من عناوين تحقيق الصمود لأبناء شعبنا الفلسطيني.
والآن وبعد أن دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ، يعني من وجهة نظرك ماذا بقي للفلسطينيين سواء يعني على المستوى السياسي وعلى مستوى المقاومة؟ ما الخيارات الآن أمامهم؟ الحقيقة أن القدس هي أصلا محتلة، هي محتلة من قبل الكيان الصهيوني، ونقل السفارة إنما هو إعطاء ضوء أخضر لهذا الكيان لكي يستمر بغطرسته وإجرامه وقتله لأبناء الشعب الفلسطيني. واليوم شاهدنا كيف أنه قتل 50 شهيد وجرح حوالي 3000 جريح دون أي يعني دون أي شعور بأي خوف من القانون الدولي بلا شك. وهو كل هؤلاء كانوا عزل لا يريدون سوى العودة إلى قراهم ومدنهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948. نعم، من إسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا الأستاذ محمد مشينس، شكرا جزيلا لك.